جلالة الملك عبد الله الثاني يتفقد أوضاع محافظات الجنوب ويوعز بتقديم المساعدات للمناطق الأكثر تضرراً من المنخفض الجوي. مديرية الأمن العام تقدم مساعدات عاجلة بواسطة الطائرات العمودية للمناطق المنكوبة جراء المنخفض الجوي. رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور يؤكد وجود تقصير لدى بعض الجهات أثناء العاصفة الثلجية وتحديد شركات الكهرباء. نشرة إخبارية مفصلة من رؤيا، حياكم الله. جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين القائد الأعلى للقوات المسلحة بتفقد أوضاع محافظات الجنوب، وذلك خلال زيارة إلى المنطقة العسكرية الجنوبية اليوم. ووجه جلالته خلال اجتماع مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول الركن مشعل الزبن وقائد المنطقة والأجهزة الأمنية بوضع جميع إمكانات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لدعم القدرات الحكومية والبلدية في التعامل مع آثار الحالة الجوية وإيصال الخدمات للمواطنين في مختلف مناطق الأردن. وكان جلالته أوعز بتقديم جميع أشكال المساعدة للمواطنين، وخاصة في المناطق الأكثر تأثرا بالعاصفة الثلجية والأكثر انعزالا، وذلك خلال زيارة قام بها أمس إلى قيادة المنطقة العسكرية الشمالية في عجلون وتوزيع المساعدات والمعونات وطرود المواد التموية على المواطنين المتأثرين والمتضررين في جميع أنحاء المملكة بسبب تداعيات الأحوال الجوية التي سادت خلال الأيام الماضية. وشدد جلالته خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف جهود جميع الجهات المعنية وبتشاركية وتكاملية للتعامل مع تداعيات الظروف الجوية. وبناء على توجيهات ملكية سامية، سيرت قيادة جناح الأمن العام الجوي في مديرية الأمن العام طائرات عمودية لتقديم المساعدات إلى المناطق المنكوبة جراء المنخفض الجوي العميق الذي تأثرت به المملكة خلال الأيام الماضية، وأدى إلى حدوث أضرار كبيرة بسبب تراكم الثلوج. مراسلنا رعد بن طريف رافق طاقم الطائرة وعاد لنا بالتقرير التالي. بعيون كالصقور ترقب البيوت من السماء بحثا عن استغاثة ملهوف حاصرته الثلوج خلال الأيام الماضية بعد أن أغلقت معظم الطرق الرئيسية والفرعية بسبب تراكم الثلوج عليها، والتي شكلت عائقا أمام الكثيرين للحصول على مستلزماتهم وحاجياتهم اليومية. من شمال الأردن حتى جنوبه، أقلع نسور الأمن العام الجوي بطوافاتهم 16 مرة على مدار يومين متتاليين. فبعد أن وضعت الخطط على الورق وحددت المناطق المستهدفة، توجه الطيارون بمروحياتهم لتقديم المساعدات للأسر التي حاصرتها الثلوج في مدن ومحافظات شمال المملكة والوسط ومحافظات الجنوب، حيث قدمت المساعدات العينية كالأغطية والأحذية بالإضافة إلى المواد الغذائية والخبز. جاءنا تعليمات على اساس نعمل عملية كشف للطرق خاصة بمناطق الشمال والوسط. بعد ما نفذنا هاي الرحلة تبين لنا انه في كثير من المواطنين بحاجة الى مساعدات انسانية. تم تمرير المعلومات الى الجهات المعنية بمديرية الامن العام، وعلى الفور كانت توجيهات عطوفة المدير الامن العام بتنفيذ رحلات وتأمين طرود ومواد غذائية بالاضافة للألبسة الى الجناح الجوي، حيث تم توزيعها على مناطق الشمال والوسط والجنوب. أولى الطلعات الجوية كانت عصر الأحد، حيث نفذت 5 رحلات جوية، 3 منها لمدن ومحافظات الشمال واثنتان لوسط المملكة. وزع خلالها أكثر من 1000 كيلوغرام من الخبز، بالإضافة إلى عشرات الطرود التي تحتوي على مواد غذائية تم إيصالها للأسر المحتاجة من الطائرة مباشرة. كما نفذ صباح الاثنين 9 رحلات جوية،
شملت مناطق شمال ووسط وجنوب المملكة. بالأمس نفذنا 5 رحلات، 3 رحلات إلى المناطق الشمالية ورحلتين إلى منطقة الوسط. بالأمس طبعا وزعنا ما مجموعه 1050 كيلوغرام خبز بالإضافة لحدود 50 طرد على مناطق الشمال ومناطق الوسط. اليوم من الصباح الباكر تم تنفيذ تقريبا حدود 9 رحلات شملت مناطق الشمال والوسط والجنوب. تم توزيع فيها 1450 كيلوغرام خبز، 60 طرد، 100 جرزة و100 حرام بالإضافة ل100 جرزة حرام صوف. لهفة المواطن الذي حاصرته الثلوج لأيام بدت واضحة بشكل كبير، فلم يصدق البعض أن مروحية باتت بجوار منزله ليقدم لهم طاقمها الخبز والمواد الغذائية التي فقدها البعض خلال العاصفة الثلجية في الأيام الماضية. وبعد أن تمت العملية بنجاح أعاد الطيارون طوافاتهم لأدراجها حاملين معهم قصصا قد تبقى محفورة في الذاكرة للأزل، تروي تفاصيل عاصفة ثلجية لم تميز بين الغني والفقير أو بين الصغير والكبير. رحلة رأى فيها البعض أكثر من كونها مهمة وظيفية بقدر ما هي واجب وطني. قمنا امبارح واليوم بجولات في جميع أنحاء المملكة وضمنة مساعدة الأقارب والأهالي بتوصيات من جلالة سيدنا الله يطول بعمره. فصل جديد يحمل في طياته تفاصيل المنخفض الثلجي وما حمله للأردنيين خلال الأيام السابقة، وآخر يحكي مواقف الأردنيين حين يمدون يد العون لمن يحتاجها. رعد بن طريف، رؤية. ولمعرفة حالة الطرق الآن في المملكة ينضم إلينا عبر الهاتف الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام الرائد عامر السرطاوي. مساء الخير الرائد عامر، يعني هل لك أن تضعنا في حالة الطرق خاصة الآن في المملكة؟ ستي مساء الخير ستنزين. بالبداية اللي بحب أحكي أنه حالة الطرق يعني ما تغيرت كثير، كافة الطرق المملكة الآن سالكة بحذر. الطرق الفرعية في بعض المحافظات عجلون، جرش، بعض محافظات الجنوب الطفيلة، الكرك، البلقاء، الطرق الفرعية مغلقة بسبب إما الثلوج أو الانجماد. اللي بحب أنوه له وبحب أكد عليه ونبهنا عليه مبارح، حالات الانجماد اللي بدأت تتشكل الآن في عديد من المحافظات وستمتد إلى مختلف محافظات طرق المملكة، نبهنا عليه يوم أمس. تمنينا على الأخوة المواطنين عدم الخروج كونه بسبب انزلاق للمركب. الانجماد أخطر من الخروج في أوقات الثلج لأسباب واضحة. في حال الثلج ممكن صف سيارتك على اليمين، لكن في حال وجود انزلاق على الطريق يعني احتمالية حدوث حادث السير مرتفعة جدا. فحرصا على سلامة الأخوة المواطنين نتمنى عليهم عدم الخروج في هذه الأثناء وساعات المساء والصباح الباكر. للأسف يعني أغلب الأخوة المواطنين يوم أمس استجابوا لدعواتنا، خففوا من حركتهم، لكن في البعض يعني ما تجاوب معنا، طلع بالليل. للأسف تسجل عندنا عدد كبير من الحوادث المرورية ما نتج عنها أضرار كثيرة، لكن سبب بالإضافة أنه في بعض المواطنين يعني عقوا بالشارع ما قدر يكمل طريقه ولا قدر يرجع، فكان يعني سبب لنا شوية إرباك. فمتمنى عليهم اليوم كونه في موجة جديدة من الانجماد أنهم يلتزموا قدر الإمكان عدم الخروج من المنازل، وفي حال الضرورة الاتصال على رقم 111. نعم، شكرا جزيلا لك الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام الرائد عامر السرطاوي، شكرا جزيلا لك. قرر رئيس الوزراء دكتور عبدالله نسور تأخير بداية الدوام الرسمي ليوم غد إلى الساعة 11 صباحا لجميع الدوائر الرسمية والمؤسسات العامة بما في ذلك الجامعات والمدارس العامة والخاصة، وذلك بسبب حالة الانجماد المتوقعة صباح غد. فيما فوض وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنبات الاستمرار في تفويض صلاحية تأخير الدوام أو تعطيل المدارس ليوم غد لمديري التربية والتعليم وفقا للحالة الجوية السائدة كل حسب منطقته. أهلا بكم من جديد.
غادر المنخفض الجوي أليكسا أجواء المملكة، إلا أن شوارع العاصمة وضواحيها شهدت حالة انجماد كبيرة جراء تراكم وذوبان الثلوج قد تستمر لأيام، مما أدى إلى وقوع عدة إصابات بين المواطنين. والحديث حول حالة الانجماد التي شهدتها شوارع المملكة ينضم إلينا عبر الهاتف المتنبئ الجوي محمد الشاكر من طقس العرب. مساء الخير محمد، يعني اليوم شوارع المملكة تشهد حالة انجماد كبيرة، في تقديرك إلى متى هذه الحالة ستستمر؟ مساء الخير طبعا لدينا جميع الأخوة المشاهدين. حقيقة طبعا خلال الساعات الماضية، ساعات صباح هذا اليوم، حدث الانجماد بشكل كبير جدا في أغلب ومختلف مناطق المملكة، ومن المتوقع خلال الساعات القليلة القادمة أن يعود الانجماد إلى كافة الطرق ومناطق المملكة كنتيجة لذوبان الثلوج، وبالتالي معظم الطرقات الآن مبتلة، ويتوقع تدني درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي. طبعا كما حدث اليوم، الانجماد يبدأ بالتراجع بشكل تدريجي اعتبارا من الساعات المتأخرة من الصباح، يعني تقريبا الساعة 10:30 أو الساعة 11 من صباح يوم غد. كان لدينا هناك مناشدة للعديد من المسؤولين بتأخير دوام، وكان هناك استجابة من قبل الأخوة في رئاسة وزراء وزارة الداخلية، ولكن كان أيضا هناك مناشدة للجامعة الأردنية وباقي الجامعات بتعليق الدوام غدا، كون ذلك يؤثر بشكل كبير على حركة السير. ولكن للأسف يعني ربما إحنا رأينا غير مهتم به أو لا حياة لمن تنادي. غدا صباحا سيكون هناك مشكلة كبيرة جدا في حركة السير صباحا، خاصة عند الساعة 11، لأن أجزاء الجامعة الأردنية خاصة المغطاة بالأشجار والقريبة منها ستكون ما زال عليها الانجماد واضح. توقعات الطقس المتوقعة غدا نهارا، تعيش المملكة أجواء شديدة البرودة بشكل لافت في أغلب المناطق، وأيضا يتوقع مع حلول ساعات المساء والليل أن يعود الانجماد بالتشكل في طرقات عديدة من المملكة كنتيجة لاستمرار ذوبان الثلوج نهارا. درجات الحرارة المتوقعة هذه الليلة تتدنى دون الصفر المئوي هذه الليلة في العديد من المناطق، في حين يتوقع أن ترتفع غدا كحد أقصى في العاصمة عمان إلى حدود 8 درجات مئوية. نعم. لدي أيضا، بس تسمحي لي، تعليق بسيط على تأخير دوام المدارس في محافظة الكرك إلى الساعة 10. أعتقد أن هذا القرار نابع عن جهل تام بكيفية إدارة الأمور. غدا في الكرك متوقع درجات حرارة عند 10 صباحا أن تكون درجتين مئويتين تحت الصفر، وأعتقد أن هناك جهل من قبل المسؤولين في تلك المنطقة عن أهمية تأخير الدوام غدا إلى ما بعد على الأقل الساعة 11 صباحا، وما بعرف إذا في وقت لسه المسؤولين بيسمعونا. أعتقد أنه يجب غدا حتى في جميع مدارس الجنوب تأخير الدوام إلى ما بعد الساعة 11. هذا ما كل لدينا طبعا حالة الطقس حتى الآن. نعم، شكرا جزيلا لك المتنبئ الجوي محمد شاكر من طقس العرب، شكرا جزيلا لك. أكد رئيس الوزراء دكتور عبدالله نصور أن ثمة تقصير واضح في أداء بعض الجهات التي تعاملت مع المنخفض الجوي، وخصوصا شركات توزيع الكهرباء التي تم خصخصتها والتي تتحمل مسؤولية كبيرة فيما جرى. وأكد النصور خلال جلسة عقدها مجلس النواب اليوم أن العاصفة الثلجية كانت كبيرة وأن هناك قصورا واضحا، مشيرا إلى أن الحكومة لا تبحث عن كبش فداء. وفي سياق آخر متصل، قال وزير الداخلية حسين المجالي خلال جلسة إن هناك 2600 مركبة معطلة على الطرق منعت الأجهزة كافة بالوصول إلى مناطقها، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والبلديات والأشغال عملوا بالميدان ولم يكن هناك قصور في الخطط والآليات. وقال المجالي أن ارتفاع الثلج وصل إلى أكثر من 1.5 متر، مؤكدا أن الآليات لم تصل إلى محافظة عجلون بسبب الثلج. ومن جانبهم انتقد غالبية النواب أداء الحكومة خلال المنخفض الجوي الذي شهدته المملكة خلال الأيام الماضية، محملينها مسؤولية التقصير في التعامل مع الظروف الجوية. وقرر مجلس النواب تحديد موعد لعقد جلسة عامة لمناقشة الأداء الحكومي أثناء موجة المنخفض الجوي خلال الأسبوع المقبل. يذكر أن مجلس الأمة سيعقد جلسة مشتركة الأربعاء المقبل لحسم الخلاف حول القانون المؤقت للضمان الاجتماعي الرقم 7 لسنة 2010، وكان مجلس النواب أصر على قرار بتعديلات تقر ربط الزيادة السنوية لراتب التقاعد المبكر بالتضخم، إلا أن مجلس الأعيان رفض تلك التعديلات.
وتتابعون بعد النشر حلقة جديدة من برنامج نبض البلد بعنوان الحكومة والنواب ملفات عالقة مذكرات واستجوابات وأسئلة نيابية. ضيفا الحلقة وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدي والنائب هند الفايز. شهدت معظم شوارع العاصمة عمان وضواحيها أزمات مرورية بسبب الانجماد واستمرار تكدس الثلوج على أطراف الشوارع الرئيسية والفرعية، فضلا عن بدء دوام الموظفين الساعة 11 صباحا، الأمر الذي أدى إلى حدوث اختناقات مرورية علقت بها مئات آلاف المركبات. فيما أكدت أمانة عمان أن جميع الشوارع الرئيسية سالكة بحذر بسبب حدوث حالة انجماد قوية في فترات الصباح الباكر تستمر لفترات طويلة، مما يعيق حركة الآليات في فتح الشوارع الداخلية. وقالت الأمانة أن آلياتها باشرت منذ يوم أمس بفتح الشوارع الفرعية داخل الأحياء التي شهدت ارتفاعا عاليا في سماكة الثلوج وما نتج عنها من انجمادات بسبب تدني درجات الحرارة. والمزيد حول وضع الطرق ينضم إلينا عبر الهاتف نائب مدير المدينة لشؤون الأشغال المهندس ياسر العطيات. مهندس ياسر، مساء الخير. يعني ما هي نسبة فتح الطرق الفرعية تحديدا لغاية الآن والمهم الفرعية؟ مساء الخير للجميع. انت وقت عم تحكي معي وانا لسه في المواقع برا والله. نعم، يعطيكم العافية، تفضل. الله يعافيك. تقريبا نحن بنقدر نحكي حوالي 80% من الطرق الفرعية فتحت حسب المعلومات اللي عندنا وحسب رؤيتنا احنا للموضوع. معظم الطرق الرئيسية فاتحة، الطرق الفرعية الرئيسية فاتحة. هلا في طرق فرعية للأحياء باشرنا بفتحها إلى يومين، وإن شاء الله بتاخذ معنا كمان يومين وبتكون كلها فاتحة. اللي عم تعيق الحركة، خليني بس آخذ نفس. يعني تحديدا متى من المتوقع ان يتم الانتهاء من فتح الطرق لنقول بشكل نهائي سواء ان كان الفرعيه او الرئيسيه؟ باذن الله 48 ساعه. نعم، خلال 48 ساعه. هل تم ازاله الاشجار التي سقطت جراء هذا المنخفض؟ حسب المعدات اللي عندنا، حسب الامكانيات، عم ناخذ شارع شارع وننظف من الاشجار. إزالة طبعا احنا بدنا مشاركة وزارة الزراعة معنا كمان، بدنا زراعة محافظة العاصمة شاركنا في الموضوع كمان. آلياتنا ومعداتنا وأجهزتنا اللي بتقوم بعمل التقليم الأشجار ما بتقدر، ما عندنا حوالي 200-300 عامل أو مهندس ينطلق وينظف عمان من الأشجار هاي والأغصان خلال يومين، فبالتالي راح تاخذ وقت. وفي بعض المناطق كمان السيارات والمركبات عم بتعيقنا من تنظيفها ومن إزالة الأشجار عليها، بس على كل حال العمل متواصل على 24 ساعة. طيب، العمل متواصل، يعني هل أبلغتم الحكومة أنكم تحتاجون إلى تقريبا ربما 48 ساعة إلى إزالة وفتح الطرق بشكل نهائي سواء الفرعية والرئيسية؟ هل هناك تعاون بينكم بين الحكومة؟ هل أبلغتم يعني الحكومة من ناحية الدوام لنقول؟ الو، نعم، تفضل مهندس ياسر. نعم، احنا على تنسيق تام مع الاجهزه والدوائر الاخرى من دوائر السير والمؤسسات الثانيه. اللي بعيق حركتنا كمان مره اخواننا المواطنين، يعني انا بتمنى انه بعد السبعة المساء، بعد الثمان المساء ما حدا يطلع برا، عمالهم بتعطلوا ووقفوا سياراتهم بمواقع مختلفه. لما يجي ثاني يوم الصبح احنا بدنا نزيل الثلوج، هاي اعاقات كثيره قدامنا، كيف بدنا نخلص شغلنا اذا كانت السيارات متواجده والمركبات؟ بس طيب. على كل حال احنا ما بدنا يعني ما بدنا نحط حجج والله عم نتاخر، لا، احنا مع دائره السير تنسيق. طب مهندس ياسر عطيات، يعني لأحدد سؤالي ربما أكثر، هل تم إبلاغ الحكومة بأنكم تحتاجون إلى 48 ساعة؟ يعني هناك طلاب يذهبون إلى جامعاتهم، موظفين يذهبون إلى عملهم، يعني هل تم إبلاغ الحكومة بهذا الشأن أنه في موظفين يذهبوا إلى عملهم وتحتاجون إلى مكان ربما؟ هل هناك عذر للطلاب، للتأخير، للتوقف عن العمل، عدم ذهابهم إلى العمل؟
ستي، والتأخير مش بسبب الثلوج المتواجد، الثلوج معظمها راح، التأخير هو بسبب الصقيع. الخطورة اللي احنا عم نواجهها الآن هي الصقيع. طيب. الصقيع لغاية الساعة 11 الصبح، ومن بعد بعدين من بعد الساعة 6 المساء بتبلش تشكل الصقيع بالشوارع. طيب، شكرا جزيلا لك مدير المدينة لشؤون الأشغال المهندس ياسر العطيات، شكرا جزيلا لك. أكدت شركة الكهرباء الأردنية أنها ما تزال تمارس عملها في إصلاح انقطاعات الكهرباء التي شهدتها معظم مناطق المملكة والمحافظات جراء المنخفض الجوي، في حين أعلن مجلس الوزراء ملاحقة شركات الكهرباء قضائيا لتقصيرها في عملها أثناء المنخفض. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف السيد مروان بوشناق مدير عام شركة الكهرباء الأردنية. مساء الخير لك سيد مروان، يعني بداية ما هي آخر التطورات لديكم بشأن موضوع الكهرباء تحديدا؟ الوضع عمال بتحسن الآن. احنا نتأمل انه مع نهاية مساء هذا اليوم، الليلة هذه صباح الغد، يكون الوضع عندنا كثير افضل من البارحة في مثل هذا الوقت. يعني نتأمل انه ما يكونش عندنا الا بعض الحالات الفردية ظهر الغد ان شاء الله. الوضع عمله بتحسن كثير، في حالات فردية لابد هذه في كل حالة اطفاءات عامة، بيستمر عدد بسيط من الحالات الفردية، اما الوضع بشكل عام عمله بتحسن تحسن ممتاز. نعم. طيب أستاذ مروان، يعني الحكومة حملتكم مسؤولية عدم معالجة انقطاعات الكهرباء ضمن البعد الزمني المتوقع وشركات التوزيع طبعا، ما هو التعليق على ذلك، تحميلكم المسؤولية الكاملة؟ والله احنا نرفض رفضا قاطعا ان نتحمل اي مسؤولية بهذا الموضوع، يعني لانه احنا قمنا بواجبنا. بالنسبة لنا يعني في شركة الكهرباء الأردنية اتخذنا كافة التدابير، ومن ضمنها إعداد خطة طوارئ للتعامل مع المنخفض، لكن هالمنخفض هذا مختلف عن غيره لقوته واستمراريته، ووقع على 3 مراحل، سبب دمار كبير في الشبكات، ونحن شركة مخضرمة، يعني مش شركة جديدة، شركة معروفة على مستوى الشرق الأوسط. تعاملنا خلال 70 سنة الماضية مع أحوال طارئة ومنخفضات جوية كثيرة، إلا أن هذا المنخفض من واقع خبرتنا مختلف. هذا الأمر تؤيد مجريات الأمور في الدول المجاورة التي تواجه صعوبات قد تفوق ما نواجهه نحن. الشركة عندها الكادر المؤهل والتجهيزات الفنية الكاملة، يعني إحنا عندنا كل الأجهزة الخاصة بتحديد أماكن الأعطال. بالعكس احنا عندنا من يعني مركز سموه سكادا، يعني مركز مراقبة من أحدث المراكز في العالم، مش يعني على مستوى الشرق الأوسط. طيب على موضوع مركز المراقبة، يعني قلت حضرتك مبارح بحلقة نبض البلد بأنه لا يوجد لديكم إمكانية تسجيل المكالمات، عملية متابعة. نعم، هذاك بسموه كول سنتر اللي هو تسجيل المكالمات، يعني عملية متابعة الشكاوى. يعني نريد منك أن توضح لنا هذه النقطة، أنتم كشركة عامة، يعني وضح لنا هذه النقطة، ما هي الإجراءات التي يتم اتخاذها خاصة بهذا الموضوع، يعني عملية متابعة الشكاوى أتوقع أنها عملية جدا مهمة وجدا ضرورية خاصة في هذه المواقف، ما هي الإجراءات، ما هو حيز العمل؟ لابد من التحسين على هذه المراكز دائما. إحنا لأن كل سنة عم نستقبل عدد مكالمات أكبر، يعني إحنا في الأيام الثلاثة الأولى من العاصفة استقبلنا حوالي 100,000 مكالمة تقريبا، نجم عنها حوالي 6,500 حالة انقطاع، هذه لما تفسرت الانقطاعات. العدد هذا الكبير من المكالمات بيخلي اكتظاظ على الشبكة تبع الاتصالات، يعني لما بتحاول أحد يدخل على الخط بيصير ينتظر، بفكر إنه ما حدش راح يجاوبه، إذا ما انتظر لحد الآخر لحد ما ينفصل الخط ممكن إنه ينسحب ويقول لك والله ما راح يحكوا معي، بيكون هو صافف على الدور. فهذه إحدى الصعوبات إحنا نعم. يعني شكرا جزيلا لك مدير عام شركة الكهرباء الأردنية مروان بوشناق، شكرا جزيلا لك.
هذا المنخفض رفض السدود بكميات جديدة من المياه بلغت حتى يوم أمس 23 مليون متر مكعب. ولمعرفة المزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر. معاليك مساء الخير، الثلوج تنصهر حاليا، ما هو المتوقع الآن في ظل هذا الانصهار؟ يعني اليوم بلغت كميات المياه التي وصلت منذ بداية الموج الثلجية لغاية صباح هذا اليوم حوالي 31 مليون متر مكعب موزعة على كافة سدود المملكة. الملفت للانتباه أنه امبارح واليوم صار في كمية مياه أكبر باتجاه سد الوحدة، كما تعلم سد الوحدة من السدود الاستراتيجية فيما يخص مياه الشرب، خاصة منطقة الأغوار ومنطقة عمان والزرقاء وأربد. سد الوحدة سجل لغاية هذه اللحظة حوالي 8 مليون متر مكعب، وسد الملك طلال حوالي 11 مليون متر مكعب. بلغ النسبة الكلية للتخزين في السدود حوالي 38% من الطاقة الكلية، أي أو ما يعادل حوالي 122 مليون متر مكعب مخزنة حاليا بالسدود من هاي الشتوى ومن الشتوات السابقة. الملفت للانتباه أنه بسبب الانجماد كمية المياه التي تسيل باتجاه السدود ما زالت متواضعة. نأمل خلال اليومين القادمين مع ارتفاع درجات الحرارة ويصير هنالك سيلان أكثر من الثلوج المتقدمة، نأمل أن تزداد كمية المياه المخزنة بالسدود إن شاء الله. على كل الأحوال يعني هاي الموجة الباردة يعني هي بداية خير. عادة التخزين بالسدود لا يحدث إلا في نهاية شهر واحد ونهاية شهر اثنين. نعم، طب يعني معاليك ما هي أكثر السدود التي سجلت نسبة ارتفاع في المياه؟ هو سد الملك طلال بحدود 11 مليون ونص متر مكعب، يلي سد الوحدة 8 مليون، ومن ثم سدود الواله، الواله طبعا تعبى ومنذ يوم أمس يفيض السد بسعة حوالي 10 مليون متر مكعب. عندنا سد وادي الشعيب قارب على الامتلاء، ونأمل إن شاء الله أنه كل سدودنا مع نهاية الموسم المطري أنها تتعبى وتفيض. نتمنى ذلك. شكرا جزيلا لك وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر. قدر رئيس الجامعة الأردنية الدكتور خليف الطراونة خسائر الجامعة نتيجة المنخفض الجوي بين 5 إلى 7 ملايين دينار من تساقط الأشجار وانهدام مبنى الكافيتيريا وتحطم مرافق تابعة للجامعة، موضحا أن الأضرار في الجامعة كانت كبيرة. وأثنى الطراونة على مبادرة قام بها طلاب من الجامعة اليوم رغم العطلة الرسمية، حيث توافدوا إلى الجامعة وعملوا على إزالة الثلوج وتنظيف جامعاتهم من الأشجار التي وقعت خلال المنخفض، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تثبت مدى وعي الطلاب لأهمية دورهم في المجتمع. وقام الطلاب بفتح ممرات الجامعة ومحاولة ترميم كافيتيريا هدمتها العاصفة بالجامعة. الطلبة توزعوا في مجموعات على كليات الجامعة المختلفة وعلى مبانيها المختلفة، حيث تم يعني فتح على الأقل أبواب ممرات للطلبة إن شاء الله للدوام صبيحة غد إن شاء الله الساعة 11. نشكر طبعا احنا جميع طلبة الجامعة الأردنية، يعني من نادي التنمية وكلية الفنون أشرس كلية الفنون واتحاد الطلبة، جميعهم أسهموا الصحيح في هذا. اليوم يعني كانت وقفة الطلاب، وقفة الرئيس، يعني وقفة الموظفين كانت إشي جميل، إشي رائع جدا، يعني نشوف إيد واحدة والحمد لله، يعني قدرنا نعمل إشي لو بسيط ناحية جامعتنا، وإن شاء الله إن شاء الله الأيام الجاية يعني راح نحاول إنه نزيد الجهد أكثر من هيك. والحقيقة يعني تنادى كثير من الطلبة للنداء الذي أطلقه عضوة الأستاذ الدكتور خليفة الطراونة قبل يومين لمبادرة يعني جميلة جدا كان اسمها الجامعة علينا وحقك علينا، ويعني كان في كثير من الطلبة الذين سجلوا أسماءهم للمشاركة في عمليات إزالة الأنقاض، يعني وإن كان صح لنا تعبير من آثار عاصفة أليكسا أو زلزال أليكسا. وإلى جولة سريعة حول أبرز ما شهده العالم اليوم من أحداث.
انطلق يوم أمس أولى رحلات القطار السريع الذي يربط بين إسبانيا وفرنسا، حيث أصبح في إمكان المسافرين عبر القطار السفر في وقت أسرع بعد ربط مدن البلدين بخطوط للقطارات السريعة. فقد قررت شركة سكة الحديد في البلدين ربط مدينة برشلونة بباريس، ما يجعل الرحلة أسرع وأقل كلفة. أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن أثيوبيا استقبلت نحو 120 ألف مهاجر كانوا يقيمون في السعودية بطريقة غير قانونية، وقدرت مسؤولة في المنظمة التكاليف الإضافية لإتمام عودة المهاجرين بأكثر من 13 مليون دولار. توفي بيتر أوتيل الممثل الأيرلندي الذي أدى دور لورنس العرب في الفيلم الشهير عن عمر يناهز 81 عاماً، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان. وكان الممثل الراحل جسد شخصية الضابط في الجيش الإنجليزي توماس أدوارد لورنس. أترككم الآن مع آخر إشاعة تداولها الناس. آخر خبر سمعته أنه آخر الأسبوع هذا أنه في منخفض قوي يعني، وفي ثلوج حتيجي وشغلة مثل هيك يعني. أسعار الخضروات ارتفعت بعد موجة الحم، فوق النص كمان ارتفعت يعني بشكل كبير يعني ارتفعت. إنه في منخفضات تانية نازلة على البلد يعني، هذا المنخفض اللي خلص بقوله ديروا بالكم لسه في أعنف من هيك كمان نازل جايين إن شاء الله، والله أعلم طبعا. والله سمعنا آخر شيء إنه في منخفض جوي قادم جديد، هذا آخر خبر سمعناه. آخر أخبار سمعناه يعني إنه الخضرة قاعدة بتزيد تقريبا 50% بتزيد بالنسبة للأحوال الجوية يعني. آخر إشاعة سمعتها إنه بدنا نعطل، بدهم يعطلوا المدارس 3 أيام. وإلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ناقش برنامج نبض البلد أمس المنخفض الجوي الأخير أليكسا وتداعياته، حيث استضاف البرنامج كل من المهندس فوزي مسعد من أمانة عمان والمهندس علي الحديد من نقابة العاملين في شركة الكهرباء، وأيضا المتنبئ الجوي الزميل محمد الشاكر من موقع طقس العرب. خلال الحلقة تحدث الشاكر عن انشغال الجهات الرسمية بمهاجمته ووصفه بالهاوي بدلا من الاهتمام بالظروف الجوية وتحذير المواطنين من تداعياتها، والتي لم تنحصر في انقطاع الكهرباء كما لاحظنا خلال اليومين الماضيين. خليل وهاب تحدث إلى رؤية عن الشاكر قائلا بتغريدة: صراحة الموضوع واضح، وحتى أتجنب السلبيات التي تأصلت ما بقدر إلا أقدر دوركم الواضح في دعم مواهب وقدرات الأردنيين وبكل المجالات. بينما قال حسن حمد معلقا على كلام الشاكر في نبض البلد قائلا: محمد الشاكر يتحدث على الهواء عما يقوم المسؤولين به من هجمات ضد الشخص الذي يعمل بجد وأخلاص خدمة للوطن والمواطن. وبهذه التغريدة نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بأهم ما حملت من عناوين.